سيدي علوي كيف كسولو استوديو هنا هادي هاد استوديو هو بال مامل كذا يو شقال هذا إمارين تهذا انت بحال ليه تاريخ لا دو كوبان إن أنا لبدكتو أوكي تاريخ ذا دورتا أنا وحدة شيء كون سقال بقول أنا توصل توصل الجرايان معناها وحان كم بنقضي محلي هذا وبحي كعانك أيوه ريحة فدان كل شيء أولي راد الدقمة ذا بري وحانا هاي أوبتك أرلا ذا وحانا هاي أوبتك أرلا ذا أسلوبي أقول لغو أبابنا إن حاجر تا هس أدعان كنت هاي أو ضد سومالية مرك اللي راد هس تاسو عايز دربك سوال عدو وانا هس إسك داشة داشة دادك شعيل كهاي قادي دارين كاغي باي لفوغادو دوقيو نفتا دايه الشيي وحان دايه بان ديبو بلاباي هاي لان هويوي هاي دارين هويوي حنافو بين هويوي إن وحاجر تهيس لي راهدو هلا يا من فول حمو بجع يسان كوغونو قم فرسوان إلهي داتك لغو معايا روحو فراقو مرياي هاوفاني وليغا إلى فرجك إيبا مركو دونا فوراي إن نحاجر تا هاس فنان صومالية وقاضو أو كانان عبد الليرة هذو إن هاس تاس أو إن لغو فرعيارة دونك لو سمي هاس تاس داد والالو إزدلايا ديغا داتي أندري من على دادايو إسكو دومو وحايو غصل بدنا الله نحرستي مرحومكي أجاكس أيان صوت سودان إسكو راعني مركا إنوغو ترسد معناكو أه محالي هذا نيروبي إن هدي أنكو راهو هاسا هاقو بدايهين هاستا وجعشا والله كله يعني معناها إن هاستي هوايا فرستوان يو معناها يو إيه عن جعلها وحا هدا معناها كسي جعل كسي معناها هاستاسي وحا إيس والله بيسو هاس ومعناها أبوان الله ونحرستي مرحون كيسون قوب سمي إن إلا إذا هذا معناها سيدا كانان قربها قرد دادو سيمين قوتو ينكي قلبي سلان قدي ساتوهو رحموي قبلها قربات كتاي هاي أنا وارتو معناها أن لو فنان لنجعله محالي رادا أنا وفنانين تلان معناها كلا جعلين لكن وحا سيقار أو معناها أن adigu qofka ka weyn markii uu macnaha adigu ku qadariyo oo aragtay adoo yar adoo fanka kaga yar oo hadana macnaha een ku qadariyo aad iyo aad macnaha waa ka jeclaanaysa kan kale oo macnaha islaweynada iyo waxa jirta marka anuu lagu fanaan oo macnaha xagga wiilasha ah lagu fanaanan macnaha een maxaa la yiraahdaa ka jeclahay si lagaaga daaweeyo xanuunada maqaarka sida haaraha wajiga nabraha wajiga ama finanka kasoo baxa cambaarta iyo timo daadashada iyadoo loo adeegsanayo qalab casri ah waxaa ku diyaara dhaqtar khabiir ku ah daweynta cuduradaas horey u gaarsa makaal hospital oo ku yaala degmada hodan wixii faahfaahin ah lambarka shaashada kaaga muuqda